المبشرون بالجنة. بعض الناس يظنون أنهم 10 فقط، لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام بشر أكثر من 10 بالجنة، الله يدخلنا الجنة بسلام. لكن هؤلاء 10 الذين عرفوا بالعشرة المبشرين ذكروا في حديث واحد، في مجلس واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر الصديق في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء 10 بمجلس واحد، نفعنا الله بهم. لكن النبي بشر غيرهم صلى الله عليه وسلم، فلقد بشر النبي أهل بدر بالجنة. أهل بدر كانوا نحو 300 شخص، بشرهم كلهم صلى الله عليه وسلم بالجنة. أهل أحد، من حضر أحد كانوا نحو 1000 من الصحابة، كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك من حضر الحديبية حين عمل الصلح صلى الله عليه وسلم، كلهم بشرهم النبي بالجنة. وهناك غيرهم من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. خديجة، هذه أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة النبي، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا خديجة، إن الله يبشرك ببيت في الجنة. وقال مثل ذلك للسيدة عائشة رضي الله عنها، بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك قال لرجل مرة، وهو عبد الله بن سلام، هذا عالم اليهود، أسلم ودخل في الإسلام، وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا التبشير لم يحصل فقط في أمتنا، مع أنها أفضل الأمم وأكبر الأمم، ولكن حصل. نختم بقصة امرأة كانت في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، من أمة موسى، كانت مسلمة. هذه المرأة كانت مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم في التيه، حيث كان بنو إسرائيل ضرب عليهم التيه، أي في مكان ليس واسعا، بقوا فيه نحو 40 سنة. هذه المرأة كانت تعرف شيئا. بلغ موسى عليه السلام: أنك إن عرفت قبر سيدنا يوسف تخرجون من هذا التيه. فسأل من يعرف قبره، فدل على هذه المرأة العجوز، فقال لها: أين قبر يوسف؟ قالت: أدلك، ولكن بشرط. قال: ما هو؟ قالت: أن تبشرني بالجنة. وهذا لا يعرفه إلا بوحي من الله، فانتظر الوحي، فأوحى الله إليه أن لها ذلك. بشرها موسى بالجنة، دلتهم على قبر يوسف، ثم لما رأوا قبر يوسف ظهرت لهم الطريق، وخرجوا من هذا المكان بعد 40 سنة. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، ارزقنا رؤية النبي في المنام، يبشرنا بحسن الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.